شوية صفحة اللي تفوت بزاف الناس من حياتي. اليوم عيد ميلادي نفخنا الشمعان وسيليا هادي اليوم مع 12 الليل عيد ميلادي 27 عام. هاد الشمعة عندي قديمة في الثلاجة ما احتفلت ما درت حتى شي حاجة. جيت غنتمنى جيت انايا البيت سد عليا بوحدي تيت الدريسينغ كتشوفو مورايا عامد الحوايج خصهم يتقادو. غنتمنى لراسي بزاف ديال الامنيات زوينين بزاف ديال الحاجات زوينين ان شاء الله في حياتي والله يخلي لي بنتي وراجلي وشنو نقول لكم حيت هما اغلى ما عندي والله يحفظهم ليا. كنتمنى لراسي الصحه والسلامه ونبقى ديما فرحانه في حياتي ويقدرني انني نساعدهم يا ربي تقدرني انني نساعد راجلي وبنتي وتخلي لي صحتي باش نكون مع بنتي يا ربي ونوصل لجميع الاشياء اللي كنتمنى. كنحمد الله على اي حاجه دازت في هذا العام سواء بالخيب سواء بالزوين سواء بالحاجات الزوينين والحاجات الخايبين والحاجات اللي بكوني واللي ضحكوني الحاجات اللي تزادوا عندي في حياتي الحاجات اللي تنقصوا بزاف ديال الامور. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل حاجه دازت في هذا العام هذا. الحاجات الخايبين رخيصه بتعليمه والحاجات الزوينين الحمد لله عليهم والله يزيدني من فضله يا ربي. شنو نقول لكم وكنحمد الله على بزاف ديال الامور ان بزاف ديال الناس دخلوا لحياتي وبزاف ديال الناس خرجوا من حياتي في نفس الوقت. كاين اللي في هذا العام دخل حياتي وخرج من حياتي وكاين اللي دخل لحياتي في هذا العام وكاين اللي في هذا العام خرج من حياتي في مره واحده. شنو نقول لكم الدنيا امتحانات الدنيا امتحانات كل نهار كل دقيقه كل ثانيه كل لحظه كنعيشوها امتحان. انا اللي عارفه انني عام مليء بالاحداث بالمفاجات بزاف ديال الامور اللي كنقول صدر بالحمد لله والشكر لله انني عشتهم وتعلمت منهم وخديت منهم تجربه زوينه. شنو الشعور ديالي كأنا من الداخل ديالي شنو نقول لكم انا من النوع اللي بزاف انا كأنا اجتماعيه اكثر من القياس كنبغي الناس اكثر من القياس ما عرفتش كنبغي نكون وسط الناس ونتعامل مع الناس ولكن لقيت ان ما خدامش ليا جربت بزاف. دابا في عمري 27 عام وغندخل 28 عام جربت بزاف ديال المرات ما صدقاتش ليا انا عرفتي ما كاينه خدامه بشات ما صدقاتش ليا ما خدامش ليا البلان انني ندير صحابات ولا يكونوا عندي ناس من غير راجلي وبنتي في حياتي ما خدامش ليا البلان نهائيا. الوغ قررت نكون بوحدي في هذا العام ترونكيل كالم ما محتفلة ما حتى شي حاجة كالم بخير. شريت شي حاجة ليا اللي غنفرح بها واللي غادي نفرح راسي بها. عادل حتى هو جاب ليا دي كادو صافي ترونكيل ما بغيت الاحتفال لا صداع الراس لا والو حيت فريمون داك الهلالة وداك الشيء كله ما كيستاهلش. يكفي انني واضحه مع نفسي وواضحه مع الله سبحانه وتعالى. قررت انني ما نبقاش ندخل البشر لحياتي ما نبقاش ندخل شي حد اخر لحياتي نهائيا من غير عائلتي الصغيره ما نبقاش زعما ندير اشخاص برانيين حيت انا من واحد النوع اللي اجتماعي اكثر من القياس واللي في قلبي على لساني وهذا الشيء ما خدامش في هذا الوقت النيه ما خدامش واللي في قلبك على لسانك ما خدامش وانك تكون معطاء لواحد الدرجه ما خدامش انك تقدر تسمح في راسك وتكون شي حاجه اللي انت محتاج ليها غير مثال وتقول هذاك الانسان محدو زعما
عزيز عليا وقريب ليا وكنعتبره بحال نفسي، هو اولى بها وتخلي راسك بلاش ما خدامهاش. اذا اللهم اختي نشد الترونكيل ديال راسي ونشد الثقاري، ولا بغيت شي حد انا صاحبت بنتي وراجلي معايا حتى هو وصافي. هادشي اللي كاين غنشعل شميها ونقول لراسي جوايز انيفيرسير، ونقول لراسي هابي بيرث داي تو يو، ونقول لراسي اش نقول لك، نقول لراسي سنه حلوه يا جميل، نقول لراسي سنه سعيده، ونقول لراسي جا كاع داكشي اللي غيقولوا لي الناس نقول لراسي. شكرا للناس كاع اللي باركوا لي على لي ريزو سوسيو، الناس اللي صيفطوا لي دي كادو دي ميساج، وصلوني دي كادو من الناس ما كنعرفهمش كيتابعوني على التيك توك. شنو نقول لكم، وصافي هادشي اللي كاين، حيت وليت منعزله لواحد الدرجه ما تخيلوهاش. ولاو غير المتابعين ديالي الصراحه في التيك توك الله يخليهم ليا، هما اللي زعما هما اللي كيسولوا عليا. انعزلت بزاف على البشريه، انعزلت على الواقع بزاف، ما بقيتش كنتخالط مع البنادم بزاف. صافي وليت داري خدمتي صافي، ما بقيتش داك الهايله ولا داك الهرج وداك الشيء كله. غنشارك معكم في هذا الفيديو هذا لي كادو اللي جاب ليا عديل، غنشارك معكم لي كادو اللي وصلوني من عند المتابعين. ولكن قبل ما هادشي كله غنغني هابي بيرثداي تو يو لراسي وغنطفي الشمعة مع راسي. عندي شمعة مستعملة كيف ما قلت لكم، هي هادي انا غنبغي نشعلوها وغنتمناو العام الجاي ان شاء الله يكون احسن من هذا العام. وخا هذا العام راه كان زوين بالنسبه لي الحمد لله، نتمنوا العام الجاي يكون احسن واحسن ان شاء الله، واليوم الجاي تكون احسن واحسن، والله يدخل علينا وعليكم رمضان بالصحه والسلامه وطولة العمر وكاع داكشي اللي كتمنوا، والله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال والطاعه والعباده يا ربي. شهر الغفران وشهر الرحمه وشهر الفضل ديال الله سبحانه وتعالى، شهر الصدقات، شهر الايمان، واحد السكينه كتنزل على قلوبنا ملي كيقرب شهر رمضان. ما بقى له والو ان شاء الله، نطفيو هاد الشمعه ونوريكم لي كادو. فراسكم كل عام كيتزاد في حياتي كنحس براسي على حاجه وحده، شنو الحوايج اللي درت باش نفتخر بيهم، ولا باش مشي قدام الناس مشي قدام العبد. لا لا لا، الحوايج اللي درت ما كنسوقش انا العبد، شنو كنقول شنو الحوايج اللي درت هذا العام بيني وبين الله، شنو الحوايج اللي درت اللي غيقربوني من الله، شنو الحوايج اللي درت اللي مزيانين اللي هما فيهم الخير، شنو الحوايج اللي درت اللي شي صدقه شي حاجه. كنقول خصني نزيد كتر ندير محسن العام الجاي. بيان سور كل انسان خطاء، راه انسان كيغلط، انسان عايش حياته الوغ فيها الحاجه الخايبه والحاجه الزوينه، ولكن كنشوف الحاجه الزوينه اكثر وكنقول خصني نزيد وندير اكثر العام الجاي. اما الحاجه الخايبه كنحاول انني ننساها ونحاول انني ما نغلطش نفس الاغلاط العام الجاي. كنفكر كنقول خصني ندير ما احسن، خصني نزيد من المستوى ديال الحوايج الزوينين في حياتي باش هكا ما يبقاوش يبانوا ليا كاع الحوايج الخايبين وما نبقاش نديرهم كاع، فهمتوني؟ وصافي هادشي اللي كاين هذا ما كان. نوريكم لي كادو، فراسكم جلس مع راسي والله العظيم قبل ما نوريكم لي كادو جلس مع راسي كنشوف شنو اللي تبدل فيا انا بعدا، شنو الحوايج اللي تزادوا في هاد العام في شخصيتي، زادت شخصيتي قوات، يعني شنو الحوايج اللي تبدلوا فيا انا كشخص في التعامل في التصرف، شنو تعلمت من هاد الدنيا في هاد العام اللي فات ولا في هاد السنين كامله 27 عام فات من حياتي، شنو تعلمت؟ حيت الانسان راه كيتعلم دقيقه على دقيقه، ثانيه على ثانيه، ساعه على ساعه، الدنيا كتعلمنا حوايج جداد. وكنتفكر راسي كنرجع لايام الطفوله
فراسكم انا في صغر من الناس اللي ما عمري درت عيد ميلاد. مره واحده درت عيد ميلاد ومره واحده بقيت كنبكي على ماما كنقولها كاع الناس كي داروا عيد ميلاد وحدي ودارتو ليا ودوك التصاور ودوك شي كله كتعقل الواحد. لاباراي كنا كنشريوها ب 30 درهم هذيك السين تاع الوسط وخصك تجمعيها وتديها للمصور باش يخرج لك منها التصاور. اباراي جو طابل كتبقى تصور بها مارت كانت فيها شي 200 تصويره ولا مارت 100 تصويره ولا شي حاجه بحال هكا. في الاخر ملي كتجبد من هذيك السين كتلوحها. انا نهار عيد ميلاد اللي درت عيد ميلاد اللي درتو اللي ماشي في وقته اصلا غير اختارين واحد النهار وصافي حليوه ومناضه وهكا هو عرضت على الناس على البنات اللي قدي هكا اللي قراب بنات خالي وكدا بحال هكا بنات جيران. واول مره كانت اول مره اخر مره انا اللي ندير عيد ميلاد كانت في عمري شي بحال هكا واش 10 سنين شي حاجه بحال هكا. شفت كاع الناس كل عام كيديروا عيد ميلاد وانا ما عمري درتو. انا بقيت كنبكي على ماما كنبكي في الاخر صايبت لي حلوه وجابت لي المناطه صافي وعرضت على البنات العائله وبنات الجيران. فرحنا ونشطنا ودرنا الموسيقى وكل شيء. شي واحد حل ديك لاباري مورا ما تصورنا وهذا شي واحد حل ديك لاباري صافي ومشاو تصاور. ما بقاوش عندي زعما ذكريات ما عندي حتى شي ذكرى ديال حتى شي تصويره ديال داير عيد ميلاد الصغار حيت ما عمري درتو. وفاش كبرت ما كانوا مرات وش جوج مرات كاع ولا مرات مره واحده اللي احتفلوا بيا الناس في حياتي قبل ما نتزوج زعما في عيد ميلادي. ما مولفاش نحتفل وما كيدوز كاي نهار بحال ما فيه حاجه. مره ما تزوجش بعادل كيحتفل بيا كيدير لي ديما مسكينه كحفيله كيشري لي كادوات. شنو نقول لكم مره ما تزادت عندي سيليا ولا عندي عيد ميلاد كل نهار صراحه الله يحفظها ليا. ولكن ملي كنرجع للور كنشوف كاع الناس مثلا عندهم دي سوفونير هكا كيجبدوهم ديال الصور عندهم تصاور عيد ميلاداتهم وداكشي كنقول انا ما عنديش. ابسط مثال حتى داكشي ديال 27 ما عمري ما درتو ديال تنقيف وداكشي ما عمري ما درتو. المهم شي كلو فات اجي نشوف الكادوات اللي جاب لنا السي عادل. قلت انا تا ما عرفني كنصور لكم فيديو السي عادل جاب لنا هاد الكادوات هادو حلوهم مع بعضياتنا. بصراحة أنا شي عارفة شي ما عارفاش. نعم شكون هو تيدق؟ مالك جيت غنصور الكادوات أول فيديو مطلق. جيت غنصور الكادوات اللي شفتي اول فيديو مطلق وفي نفس الوقت نوريك شي ديال سيليا. صافي خلي الباب محلو سديتو عليك جيتي تبعتيني. شنو بغيتي؟ انا لا عيطت على سيليا ساعه ما مشاتش معايا في الخط. سيبا دير معايا شي حاجه زعما صافي نوري لهم دير معاك. انا لا صافي ندير معايا والو ساليت. انا وراهم كادوات اللي جبتي مازال ما وريت والو. ها لاش دابا علاش جيتي؟ راه نوري مازال ما شفتش الصراحه كلشي. جاي خاشيني فوق بزز راسو. عمركم شفتو شي واحد بزز راسو على راسو؟ المهم السلام عليكم كي دايرين بخير كلشي مزيان امين. وانا عارفة علاش مقلقة حيت ما درناش عيد الميلاد. لا لا والله ما مقلقة على داك الشيء وحق الله. ولكن والله ما هكاك عرفتي الدار مرونة ومعصبين. لا لا بالعكس انا ما فيش ما نقولش لك عرفتي سالينا كل شيء وباقي السيد ديال الالمنيوم ما صايبش لينا الكوزينة وعصبني. المهم لا اله الا الله وصافي وصافي ما نهضروش على المشاكل. حبيبي يا وما هذاك المهم انا جبت الكادوات. نجيب الرينغ لايت والرينغ لايت بلاتي شد القوال. الرينغ لايت حتى هي راني جايب وي عرفت الرينغ لايت غتحطيها وما غتصوريش فيها. ها ثاني القوال نجيب الرينغ لايت. انتما زرا شري الرينغ لايت جديد دابا. الرينغ لايت اللي شريت ليها فيها ثلاثه تليفون
ثلاثة التليفونات شنو ندير؟ ندير الصحافة زعما باش زعما كتقول لي جاب الرينك لايت الرينك لايت فيها ثلاثة التليفون ثلاثة التليفونات انا نصور فرانس 24 زيد الحبوبة كامل وغتمشي هي ما شنو كليتي عاوتاني المهم نبداو بأول كادو هذا غيعجبك المهم الكادوات قتلتك فيهم هاد المرة ما تقدريش تهضري سيد نشوف واش دا المفاجأة؟ كانت دي الماركة أصلا اللي كتعجبك وكنت قدو منها لسيلي أن دي شتا نخاك التصويرة ماشي هي سمو التصويرة ماشي هي شي حاجة طوب واعرة واعرة ولكن هادي راه ماشي ديال لا هادي ماشي ديالك ماشي ديال تمشي بها في اي بلاصة وصافي واعرة انا عجبتني زوينة خاصك تاخدي وحدة بحال اش كتقلب طيوان طيوان؟ وانا تايلاند يلا حيد نمشي نمشي طيوان البلاد اللي بغات تمشي تزوري الهند لا مصر كاين الثالثة شنو اولا كاين هذيك قلتي قلتي مشاو لها خويا قلتي مشاو لها المغاربة كاملين لا ماشي مشاو لها المغاربة كاملين بغيتي تصيفطني للزلزال المهم هذيك انا حيت كنت عارفك حاطة العين هذا اختيار شخصي ما كتعرفي عليه والو جبت الشركة شنو بغيت ندير عرفتي انا عجبتني هاد الشركات بصراحة لومبالاج لومبالاج واعر سميتو سميتك ما لومبالاج واعر هانتي ها لومبالاج دايرينها في الساشية ودايرينها في كارطونة ومن كتفتحي الكارطونة كتلقاي الساشيات اخرين عاوتاني هانتي هاي 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 بسم الله خديت لك هذا باش ما تبقايش تعيرين علاش نعير طول مني طول مني طول مني ها ها هو طالون حيت انا عارفك ما عندكش مع دوك الطالونات اللي يكونوا رقاق وقومه فهمتي زين شميت الجلد ريحه الجلد ديال بصح شميتي ريحه الجلد زين شتي انا وغزال شتي هذا مع شي جليليبه يا سلام تما انت كتخليني نلبس جلابه ونخرج معاك بها ورا كتلبسي جلابه انت اللي ما كتبغيش تلبسي الله يسمح لك ماشي قلتي لي كتباني مشروكه كي البنانه لا 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 عمري هضرت لك انا الله يسمح لك فين عمري دخلت لك في حويجك واحد النهار بغيت نلبس جلابه ويقول لي مشروكه كي البنانه لا والجلابات عاوتاني فيهم وين فيهم ماشي لابسه خنشه وتقول لي جلاب لابسه خنشه اسمي الجلاب فيهم وفيهم ايه يقول لي لابسه خنشه المهم انا شكرا زوين نشوف مارتين باقا واحد الساشية اخرى مارتين درتها هي الساشية نردو هادو البلايص هنا دابا علاش كتقادهم شفتيهم لي غنتصور معاهم وتردهم ولا كيفاش لا نقادهم المهم هادو كادوات ديالك ها هما مقادين زيد ديك الساعة تنشوفو هاديك ال سي واي كيكي بسم الله على الالوان الصيفية صالة تفروي انت غادي معايا البحر بحال ما هكا قالت لي نديرو الاتمينه بحال هكا هاي 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 اخت زينت واخد ليا اكس ال عرفني كنت بحبر في الصيف كنقول لي هادشي مزير خصني شي حاجه تكون لا هو الصيف اصلا ما تيبغيش شي حاجه تكون مزيره الوان الصيف درا الوان الطيف الوان الصيف الوان الطيف زوينين زيد باقي الخير باقي الخير شنو زعما بغيتي تقول لي شري كارافان وزي صاك ما تباتيش هنا ها باش ما نقولش ما خصنا شي كارافان هادي ما نقولش ما كنتهلاش فيك انت واه هادي والله الا درتي فيها ميت المزيان عرفتي علاش توب ديالها بارد وعند الكمام ما كنبغيش انا مع الشمس كنبغي شي حاجه تكون بالكمام وفي نفس الوقت يكون تبان انت الصيف شوف بحال بحال لا الالوان مختلفين كيتشابوا الالوان مختلفين كتر اكس ال قلت لكم كنعرفني باش تبحر هاد الساشي اخر اين الساشي
اه واحد صاشي كنتي حاطه ليه فين؟ في قنيتي ما عرفت انا لقيت داكشي محطوط وجيت بغيت نصور صافي ما خلانيش انت يا خويا انت في المكياج خلاتي لا بس شوفي بعدا واش كنعرف ولا لا شوفي واش نفس النمرة هي 21 هاديك دي فون دي تان ديال فيتمي مات هاي 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 كاينة هادي عرفتيني لا لا هادشي زين اخويا هادشي زين جيب لي النمرة ديال كومايرتي اوي هوي 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 هادي بحال ديك اللي كنتي خديتي ليا ديك المرة غير هادي الغوز ديالها كريزي فوليوم ديال الاسونس هادي تاهي حيت فايتا خديتيها وقلتي لي عجباتك كونسيلر ديال مايبلين هادي حاجة واحدة اللي تقول فيها حيت انت عارفة انا اغلبية حتى انا خدام اغلبية تواجدتي فيه النمرة مفتوحة رقم 6 اغلبية تي كنطلبو اونلاين دابا بغيت نعرف واحد القضية واش هادي قول بوني فيها ولا هي هادي شنو هادي هادي بلاش لا قول بوك شي قداش انت منين وصلت راه نشوف جيت نقول لها راك ديال لينا ماركة هذاك فيتمي ولا مايبلين تنقول ما انا ندير المكياج انا كتسوليني نشوف لا صغيرة فيتمي صغيرة ما يبيلين ايه ترى فيتمي ما يبيلين قلبوني صغيرة ولكن اجي واش هادي لون واحد راه لون واحد بلوش هذاك ديال هنا ايه ما عرفت واش انا شتي عجبتني عجبني اللون ولكن من دايرينه في التصوير ولا الحرام ديالنا كبير عرفتي جابوا لي فواحد لومبالاج كبير فرحتي ايه قلت صافي راه باليطة هادي راه كبيرة باليطي ولكن دابا بلاتي بلاتي خلينا من الاول شفتي الاساسيات المكياج ياك خلينا من القوالب دابا هادي كدار غير هنا يعني غير واحد شويه يعني هادي راه تدي لك وتدي لي ولاش صغيره يعني كانوا خصو يدير وحده من الخوا لا لا زوين راه هي بلوش كتكون صغيره اصلا شنو داكشي هادي سيليا هادي هادي خداتها هي لسيليا انا خديتهم حل شوفو منديرين جوج بثمن حاجه بحال هكا 100 درهم انت فاطمه فين ما تنقولها راه كاينه في كارفور شي حاجه كتمشي كتقول لي ما لقيتهمش اليوم لقينا لي كرونوي ب 30 درهم 33 لا لا ما تهضريش لا شي بالنسبه لكارفور وبالنسبه لهذا كل بلاصه يقدر في اكادير ما عندهمش لا ماشي ما عندهمش يقدر في اكادير كتمشى السلاح دابا حنا حيت انت عارفه شحال من كارفور عندنا هنا عرمه راه اربعه اللي كاينين انتوما كرونوي هادو خديتهم لها ديال ربع سنين حيت هي حيت دابا هنا كتبقى السلعه موجوده انا سيليا ملي كنلقى شي حاجه هكا واخا تكون كبيره عليها ملي كنلقاها فيها البروموسيون دابا كندابز انا وياها على هاد القضيه تنقول انا كنبغي بنتي تشري الحاجه تمتع بها علاش غنخبيها لها علاش كنشري لها حتى الكبار عندكم باش الا فيهم بروموسيون نشريهم لها كبار مالو هادو اللي اختاريت لها انا راه ديال الولاد على فكره هادو راه ولاديين ولكن زوينين هما زوينين شوفي هي شوفي سيليا ملي غاتشوف فار ملي تشوف فار سوغيز هي كتقول لي سوغيز ماشي سوري ملي تشوف فار غيعجبوها زوينين وهادو سيري ولاد خديتهم لا انا سيري ولاد كبارين حتى هما جوج كورونا الدوار بلاتي دور شي هادو حيدي دارك هما وهاد جوج بوديات خديتهم لهم باش يجيو معاهم نعم جوج هادو فيه جوج بوديات وهادو فيه جوج سراب هادو ديال سيلي هادو ديال سلسلتي الاميرة الصغيرة الاميره الصغيره وهادو خداتهم ليا مرتي قالت لي حيت خدات لي وحدي والله العظيم الا دورات لكم معانا يا زوينه ما لبسهمش هادوك اللي كنت خديت ليه في عيد الحب والله عندك شوف 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 ماشي ما لبسهمش حنا كنصلحو في الدار فاش فين غتلبسو فين فين دابا انتم راه خدات لي وحدي نصيفيين ها هما حيت بوم هادو رطبو وسميتو ويلي 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 تقولي بس ما حيدتهاش بجوج بيهم بجوج بيهم هذا ما فيش لا غير مسخوت الوالدين عرفتي اللي بغيتي تحيدي كنشوي ليها هاد البلاصه اللي كنحيدها اه هاي ها الاخر نسيتو لا ولكن في كارفور ما عرفتش واش عنده ما عرفتش انا نحيدهم دابا نوريكم الطريقه في فيديو اخر ندير لهم فيديو خدات ليا جوج
هادو صراحه باردين وفي نفس الوقت كمام. وكمام حيت انا كندور عليا في الدار هادو كمام. دابا هادشي كامل كديرو حيت انايا في الصيف كنلبس الشورت انا وندور صافي ساليتي باقي. هادو ديال بنتي هادو انا اللي مخلصهم ولكن هي اللي عازلهم حيت انا ما عرفتش عباس الفرشه قالت لي هادو سميتو ضروري لبنتك كنحتاجهم في العيد. الله يبارك انت بغيتي نهضروا العيد باقي نضل قبل ما صنيح ان شاء الله صحه ان شاء الله يا ربي الله يخلي لكم الصحه والهنا باش ما تمنيتو وقلب قلب وانت كتشوف النونو كنشوف المشيشات مشتي دابا تجي سالي تقول لهم مياو هادو في البيض عرفتو الليبر تنعيا ما نشري لها لا الليبر دغيا كيتقطعو دغيا كيتكرفصو هاديك حلا منقطة بالبيض هاديك حلا منقطة لبستها شي حاجة أصلا هادو من إلسي وكيكي هادو إلسي وكيكي وسر برعيد المهم هادشي اللي كاين الله يجعل شي بركة المهم نسيتي والو جويوز انيفيرسي درتها وطفيت الشمعة جويوز انيفيرسي جويوز انيفيرسي يا الناس جويوز انيفيرسي الله يخليك ليا بنتي الكبيرة بنتك الشارفة كنحتفل بنتي الكبيرة بنتك الشارفة كانت بنتي الأولى ساعه دابا تزادت عندنا الأميرة الصغيرة صافي دابا ولات كتغير منا لا راه الاخرى اللي كتغير كتجي عندك هي اللي كتغير كتجي عندك كتولي كتقول لك بابا ديالها بوحدها ما كتغيريش مره مره لا كنضحك كنضحك اللي شتا عمك يلا المهم هادشي ما كان بالنسبه للفيديو ديال اليوم تهلاو لي فراسكم ونهاركم ونقولوا لها جوج انا في اختي حيت ما درناش طورطه وطفينا الشمع وهذا لان الدار مرونه وما عندناش حتى نصور واخا كتبغي تصور تل صباح تل صباح نشعل لها شي شويه في صبعي بحال هكا ونتمنى لها جوج طفيت الشمع انا ها فراسك تنجيب لك بريكه جويزين صافي باه يلا صافي الله يستر يا ربي الله يستر يا ربي يلا الله يستر ما عرفت شنو كنت نقول لك